لا كوب في الكونتيننت ديالو اللي هي اليورو، والاخر كوبا امريكا. فينيسيوس اقصي من كوبا امريكا وما لعبش اصلا دور ربع النهائي. المنتخب بيلينغهام اليوم في نصف النهائي، لو يصل للنهائي ممكن يكون لو يصل للنهائي ممكن يكون المرشح الابرز للتتويج بالكره الذهبيه. وممكن فرانس فوتبول في التصويت اللي يديروا فرانس فوتبول ممكن انه انا نشوفها هكذا كيما راهي دركا هكذا. شوف زعما توب 3 تقول بيلينغهام فينيسيوس الثالث، والله ما تقدر تعرف شكون تقدر. لو كان يدو فرنسا كوب دي موند ومبابي بالك يبان في ديمي فينال، عفوا في ديمي فينال الفينال بيتاتري يكون عنده تاثير باش تدي فرنسا، ممكن يمكن انه يكون في توب 3 على البالون دور جاهزه عانت امام كولومبيا في المباراه الثالثه. فينيسيوس بيلينغهام ابرز كولومبيا راهي اقوى منتخب لحد الان، لا ادري كنتم توافقون على هذه الصوره. هذا وين هدرت على هذا الشيء؟ قلنا انه بخروجه من الدور الماضي محمد خلاص. فينيسيوس بيلينغهام ربما اقوى مرشحين للفوز بالكره الذهبيه هذا الموسم بخروج فينيسيوس من الدور ربع النهائي وتاهل بيلينغهام الى النصف النهائي. الان كفت بيلينغهام شوف كاين كلام فقط انا ما نوافقكش عليه محمد، تاع نيمار نربطوا البرازيل بنيمار، عندها حتى علاقه محمد مع نيمار؟ اعطيني نتائج البرازيل، اعطيني واش من الالقاب داو البرازيل مع نيمار ولا لقب صفر لقب لا كوبا امريكا ولا الاداء ماشي هكذا معليش الاداء ماشي نيمار بنص برجل وحده افضل من لاعبي البرازيل الحاليين كلهم. لما تشوف البرازيل تلعب لي جوار اللي يلعبوا في الفرهامبتون ويلعبوا في نيوكاسل ويلعبوا في فولهام ويلعبوا في تفهم باللي بلوت كواليتي في البرازيل. ما عندها حتى علاقه بنيمار، نقص الجوده. نيمار سهل عندي مور ميسي ورونالدو، ما كاش واحد ماركا لومبرات البرازيل عندهم. كي تلحق البرازيل ككل كاع تعتمد على وجود نيمار، هنا واش معناتها؟ معناتها باللي المدرسه البرازيليه ما راهيش ولاده، ما كاش. البرازيل ملي ولات تعان تقلد في طريقه اللعب الاوروبيه ضاعت البرازيل. الحاجه الثانيه شكون المدرب تاع المنتخب البرازيلي؟ الله نسيت اسمه بارك الله فيك. كوان جا معروف ما تنساش اسمه ميدو سكولاري ولا ما تنسى اسمه أوكي. بارك الله فيك. مع سكولاري واش داو كاس العالم؟ بارك الله فيك لانه كان جيل ذهبي ومعاه زانغالو. بارك الله فيك ومعاه شكون يرافقه؟ يرافقه مدرب كبير كارلوس باريرا زانغالو، هادو كاع مدربين كبار في اخر سنوات. في اخر سنوات ولا المنتخب البرازيلي سيء في اختيار المدربين تيتي، ولو انه تيتي شويه صبرك على هذا الجديد. تفضل. البرازيليون اليوم يحبوا يلعبوا على الطريقه الاوروبيه بمدرب برازيلي. ما تصلحش، ما تاكلش كما يقولوا في قسنطينه، ما تصلحش، ما تمشيش. شوف المنتخب البرازيلي الاسماء غير لامعه، كاين اسماء ما تعرفهمش. لكن انت لما تحاول تلعب على الطريقه الاوروبيه وانسلخت من جلدك، زيد انسلخ في المدربين من جلدك. اونشيلوتي دخلهم في اونشيلوتي دخلهم شويه في حتى كنت هضرت على هذه المساله ميدو. انا راني معك لانه كان اعطاهم امل عظيم انه راح يكون مدرب المنتخب البرازيلي. بعدها تغيرت الامور في ريال مدريد، نتائج مشات مع اونشيلوتي، بيريز قرر انه يزيد له عام لانه مشات النتائج، عطى له لقب الدوري، عطى له لقب السوبر، وعطى له لقب دوري ابطال اوروبا باقل مجهود مادي ممكن. لكن امين لو يعني تحكي مع واحد في كره قدم وتقول له اليوم لعبه البرازيل، يقول لك التشكيله وتعطي له الاسماء تاع المنتخب البرازيلي، تعطي له تقول له ارانا، يقول لك ارانا من هو ارانيا؟ ارانيا ارانا ولا ارانيا؟ ارانيا ولا ارانا؟ ارانا لاعب نادي اتلتيكو مينيرو. نعم اتلتيكو مينيرو لانيير غوش. نعم يلعب ك عنده وسط ميدان يلعب في ولفرهامبتون. ايه غوميز لاعب ولفرهامبتون. نعم مليح في الميليو تيران غوميز، لكن ماشي مستوى المنتخب البرازيلي. البرازيل لما تستحضر الحقبات العصر الذهبي ما توليش اللور باسكو تتحدث على اسماء روماريو بيبيتو دونغا رونالدو الفيميني. لا نروحوا غير هنا تتحدث على اسماء مرعبه. 2010 كان عندهم تشكيله مرعبه. اخر نعطيك شيء اخر، نعطيك شيء اخر، هذا تحليلي الشخصيه. شوف مع تصاعد قيمه التكتيك في عالم كره القدم معه ستتنازل قيمة المنتخب البرازيلي أو مستوى المنتخب البرازيلي، لأنه منتخب في الأساس كان يعتمد على الفنيات، يعتمد على الفرديات، يعتمد على أسلوب ممتع إمتاع الجماهير. بارك الله فيك. الآن عندهم حل، لا حل واحد فقط المنتخب البرازيلي إن أراد أن ينافس كرة القدم الأوروبية، يجب أن يقوم بثورة في التكوين على الطريقة الأوروبية في البرازيل، ويتخلى عن الذهنية البرازيلية القديمة في كرة القدم، الذهنية التي تعتمد على الفنيات أكثر من شيء آخر. لأنه أنا شفت في مرة من المرات
برنامج وثائقي يتحدث عن المباراة الشهيرة بين المنتخب البرازيلي والمنتخب الإيطالي في مونديال 1982. أفضل منتخب برازيلي في تاريخ رغم أنه ما فاش باللقب. بارك الله فيك. برازيل 4-2. تقدر تروح تشوفهم من في اليوتيوب دوكا. شوف الأسماوات اللي كان ربحوهم إيطاليا كان أحسن منتخب البرازيل. إيطاليا ربحتهم بثلاثة. بالواقعية. بالواقعية. كي هضروا اللاعبين تاع المنتخب البرازيلي أنا شدني لاعب نسيت شكون شدني التصريح تاعو قال لهم حنا جينا نوايا بهكذا نهضروها بالعاميه باش الناس تفهم قال لهم جينا مازلنا بهذيك تاع نلعبوا السبيكتاكل للشعب قال لهم الطليان لقيناهم ديجا كانوا قطعوا مراحل كبيره في التكتيك قالوا كانوا وجدوا لنا تكتيكين حق قال لهم حنا ما وجدنا والو تكتيكيا كانوا قاعد يلعبوا الدبليو في ام هذيك ودخل اللعب متاع ومد مد اللاعب الموهوب الموهوب تاع كيرا ويسجل هذا اسمح لي امين لاخر اخبار محترفين وما يفعلونه في الدوريات الاوروبيه والخليجيه ونبدا بامضاء عمورة في نادي فولسبورغ امين تكلمنا عليها بالامس ولو انه ما كانتش رسميه الان راهي رسميه الخبر الصحفي التونسي خبر كناني نعم قلنا انه صفقه رائعه افضل ما كان ممكن يكون فيها امين عمورة في مرحلته القادمه في كره القدم هو المانيا نظرا للقوة التي يتميز بها هذا الدوري والضغوط القليلة مقارنة بأندية عملاقة أخرى الآن فولسبورغ ماشي نادي كبير ليلعب دائما على الألقاب ولكن دائما نلقاو هذا النادي يقدم موسم محترم يلعب على وسط الترتيب ثاني جزائري يلعب في فولسبورغ بعد كريم زياني كريم زياني نعم كريم زياني يلعب في الجيل الذهبي تاع نادي فولسبورغ كرافيتي جيكو كان زياني كان الياباني هذاك وسط الميدان من هو أول لاعب جزائري يلعب في البوندسليغا مادوني لا 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 رمضاني رمضان 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 نعم رمضان 97 98 رمضان نعم رمضان كان حديث دائما اللي راح يجي المنتخب الوطني الجزائري بعد ما يطول الجزائري من خرج مدرسه محليه يروح ما شاء الله يروح 17 مليون يورو يعني يروح كاين لاعبين كبار الان في اوروبا ماشي يتباعوا بهذاك يروح للدوري الالماني بعد بنسبه هل يلائم الدوري الالماني عموره هل يلائمه الدوري الالماني اكيد سيتعلم فيه الكثير خاصه من الجانب الفني وتكتيكي خاصه من الجانب البدني والتكتيكي خاصه لانه الشامبيون الالمان سي ان شامبيون فريمون تكتيكمون سي ان شامبيون تري تري فور يعني وبدنيا ايضا الجوانب التكتيك تفضل انا نشوف بلي في البوندسليغا سيرتو مع فولسبورغ لا مانش دو بروغريسيون تاعها راح تزيد بزاف بارابور ديجا كي كان في لا سويس ومن بعد انتقل لبلجيكا عام واحد ومن بعد الالمان دونك انا نشوف بلي انتقاله نوعيه يعني كل مره من دوري الى دوري اقوى ونزيد نشوفوا بلي محمد امين عمورة سي تان جوار اللي عنده لي كاليتي مالغري كي عنده بزاف لو ديشي سيرتو كي نشوفوه مع المنتخب الوطني لي بريز دو ديسيزيون تاعو وكذا مي بصح سي تان جوار يجري في كل الاتجاهات بصح مع في المانيا انا جوبونس كو راح يبروغريسي بزاف راح يتنظم اللعب تاعو ربما شي يقولوا دوكا احلي كلمه عقد لمده 5 سنوات سيحمل الرقم 9 انا جوبونس ممتاز حتى قيمه انتقاله 17 مليون اورو بالنسبه للاعب محلي رقم 9 بعد سليماني لا اعتقد بانه يوجد لاعب محلي تباع بهذا السوم انا والله ميدو من ميتش امبورطونس بزاف لا سوم اللي يروح بها قد ما يروح للفلون تاع فوالا دونك 18 هدف في الدوري البلجيكي ماشي ممتاز انا علاش قلت لك فولسبورغ راح لا مونش دو بروغريسيون تاعو راح تكون خير من لي كلوب اللي يلعب فيهم في لا سويس ولا في لا بلجيك باسكو بريميرمون سي ان كلوب اللي ما عندهمش اون بريسيون باش يديو الشامبيونا ولا يديو لا كوب ولا دونك لوبجيكتيف تاعهم سي مويان طابلو دونك انا جوبونس كو راح يقدر يبروغريسي فاسيلمون في هاد الخمس سنوات